اون فوا تبغي تحيدو عيتقلع ليها الزغب او لي بوان نوار الخفيفين، هادوك اللي تيكونوا سطحيين ما تيكونوش غير غارقين وتيتحيدو بكل سهوله، واخا تتالمي شويه ولكن راه ما تيخلي فيك حتى شي زغبه خفيفه. السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي، وتلقاكم لا فيديو بصحه وسلام ان شاء الله. اليوم جيت نهضر لكم على واحد الماسك طبيعي 100% زوين بزاف، عنده بزاف ديال الميزات للوجه. هو مبيض وسيحيد البقع الداكنه وسيحيد الزغب الخفيف من الوجه وتحيد لي بوانوا، خطيره البنات اللي جربته ما غتندمش عليه، زوينه البنات. نتمنى ان شاء الله تجربوا، ومكونات سهله وبسيطه ان شاء الله، غتشوفوا المكونات في اخر الفيديو. وكي تنقول لكم ديما الحوايج الطبيعيين راه ما كاين ما احسن منهم، وبالنسبه للطبيعي ديما تتبعيه باش يعطيك النتيجه. تقريبا واحد مرتين في الاسبوع ديري هاد الوصفه، هذه زوينه غتشوفوها غتعجبكم وغتاكدوا من النتيجه ديالها. اللي قلت لكم البنات، تنصح البنات اللي عندهم شويه الزغب ديالهم قاصح يديروا ما يخليوش ينشف بزاف، من بعد يغسلوه بميه بارده. اللي عندها زغبها خفيف ديروا بكل اريحيه، ما عندها مناش خاف اون فوا تبغي تحيدو عيتقلع ليها الزغب او لي بوان نوار الخفيفين، هادوك اللي تيكونوا سطحيين ما تيكونوش غير غارقين وتيتحيدوا بكل سهوله، واخا تتالمي شويه ولكن راه ما تيخلي فيك حتى شي زغبه خفيفه. وحتى لي بوان نوار تيحيدوا من البنات، بصح تيحيدوا صراحه تيحيد لي بوان نوار. اون فوا ديري غتحسي بوجهك رطيب. البنات في لافيديو ديال اليوم، تنتمنى ان شاء الله تشتركوا معايا في القناه ودعموني بلي لايك ديالكم والتعليق ديالكم، تنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وباي باي عليكم. هادو هما المكونات ديال الوصفه ديال اليوم البنات، عندنا الحليب، عندنا الكركم اللي هو الخرقوم البلدي، وعندنا الجيلاتين وغبره، ماشي جيلاتين الاخر، عندنا غبره، غنستعملو غبره. صافي البنات، تنهزو كسرونه تنديرو فيها داك العبر ديال تقريبا واحد ربع كاس ديال الحليب، تنسخنو مزيان ولا تنغليو، المهم تيجي تيكون سخون مزيان. ومن بعد تنجيبو الخرقوم ديالنا تنديرو عليه الجيلاتين، تقريبا واحد معلقة صغيرة ديال الجيلاتين، وتنكبو عليه داك الحليب، ما تنكبوش كامل، تنكبو القياس اللي غيخلط لنا ديك الكونتيتي اللي حنا دايرين، وصافي على حسابكم نتوما، بيتو كتر من هكا غديرو خرقوم كتر والجيلاتين كتر. صافي تتخلطي مزيان باش داك الجيلاتين والخرقوم يتخلط مزيان، باش ملي ديريه في وجهك يشد لك مزيان. صافي تيتخلط مزيان مزيان داك الخرقوم، والفوائد ديال الخرقوم راها رائعه جدا، والنتيجه ديال هذا الماسك صراحة زوين بزاف، واخا مؤلم شويه ولكن زوين. صافي البنات، تندير الماسك فوجي، انا ما درتش لوجهي كامل على حساب الفولار وهذا باش نوريكم. وصافي صافي، حيت انا ديجا استعملته وبقيت قادره نهضر، المهم انايا ما بغيتش ندير وجهي كامل مع الفولار، باش ندير وجهي كامل هو هكا تيكون تيتقشر بحال هكا، شتي بحال هكا، بغيت كامل ينشفو بحال هكا. ينفو تتهزيه، دابا مقدرش نهضر، تهزيه بحال هكا خاصو غير ينشف مزيان. شوف البنات الشراء تيحيد حتى الزغب اللي تيكون في الوجه، تيحيدو غير هو، خاصك تخليه ينشف مزيان تيكون في الوجه، تيحيدو لي بوان نوار وكلشي هكا، تيتقلع كامل غير بحال هكا. شتي كي تيتقلع مقدرش نهضر في الفيديو، صافي حيت خاصني نحيد بشويه، ما خليتوش ينشف مزيان، حيت لو خليتو ينشف مزيان غيتقلع تقريبا في مره، واخا غيتالمي شويه ولكن عادي عادي، راه البنات يديروا لاصيق وتيتالموا اكثر واكثر. ولكن الصراحه كي قلت لكم انا عند واحد الدور كبير زوين بزاف، خصوصا للزغب الخفيف صراحه تيحيدو. انا الزغب ديالي غير خفيف، ما عنديش بزاف ديال الزغب في وجهي، حيدوا ليا كامل
صراحة ولا وجهه رطي، طب صراحة النتيجة ديالو رائعة جدا. وهذا الشيء اللي كاين، تنتمنى ان شاء الله الماسك يعجبكم وتجربوه. هذه النتيجة ديال الماسك البنات ديال اليوم. واخا تيخلي شويه الوجه احمر ولكن زوين بزاف. صراحه تيخليه رطيطه بزاف صراحه، وما تيخليش نهائيا داك الزغب الرقيق في البشره، وما تيخليش لي بوانوار، خصوصا لي بوانوار اللي تيكونوا غير سطحيين، ما تيكونوش غارقين بزاف. هادشي اللي كاين، مهم ماسك زوين زعما اللي جربته ما غتندمش عليه. تنتمنى ان شاء الله تجربوه حيت بصح زوين. وتنصح البنات اللي عندهم زغبهم كثير، من الاحسن ما يديروش، حيت الصراحه تيضر فيه، يعني مؤلم شويه بالنسبه للزغبه اللي تكون خفيفه ماشي مشكل، ولكن تتكون قاسحه شويه غتالم. يعني من الاحسن تفاداه، ولا ديرو ما تخليش ينشف بزاف وجهها، ومن بعد عوض تحيدو هكا بحال يعني قشره، غير تغسلو فهمتي، باش ما تحسش بالالم. اما هو غيعطيها نتيجه زوينه، غير هو كاين شويه ديال الالم وصافي. تنتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم.